لكن بعضهم يولي من هالدنيا هو مخرب أمها، يخسر بالدنيا يخسر بالقبر ويوم العرض على الله. يا شباب لا تخرب من هالدنيا بد، والله يا قدامنا شيء مهول، والله يا قدامنا شيء غضب، والله يا قدامنا شيء بكى من الصالحين. يا شباب صحابة، بل النبي عليه الصلاة والسلام جلس عند القبر يبكي يبكي، يجزع ركبتي يبكي، رجل نبي رأى الجنة ورأى النار، ارفعه الله إلى سدرة المنتهى، شاف جبريل وشاف الملائكة، يعني علم الغيب مو غريب عليه، يرى حفرة يجزع عند الصحابة. يا إخواني ما جاء عند ناس حق ينطرب، ما دخل على عزبة كلها حشيش وخراب، ما شاف شباب يغازلون عشان كذا يبكي قدام يعطيهم موعظة، لا، جثى عند ناس أحيوا ليلهم بالقيام ونهارهم بالصيام وأيامهم بالجهاد، رجال الله زكاهم بالقرآن، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجل مع هذا يجثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وش يقول؟ طالع في الصحابة وجاف على ركبتيه وطالع فيهم حتى بكى ابتلت لحيته، ثم بكى حتى ابتلثر من البكاء، ثم يقول يا إخواني يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. يا رب يا رب ترحمنا برحمتك يا رب. والله يا اخواني كان هذا الكلام كنت اقوله لاخوي، اخوي الان تحت التراب، اقسم بالله كنت اقوله لاخوي ميت قبل 5 شهور انا مغسله بيدي، والله يا شباب ماتوا محتفلين بزواجه 10 شهور، كان يجين قبل يموت بايام يقول يا خالد زوجتي حامله، انا وظيفتي راتب 3-4 آلاف، شوف لي واحد من اخوياك واسطه شيء يوظفن وظيفه اعلى، انا فاتح بيت ماني داجع على راسي زي اول، تكفى شوف لي احد يا خالد، انا زوجتي حامل وبجيب ولد، تكفى يا خالد كلم احد. كان يجيني يقول يا خالد لو ما طلعت المولود بنت بسميه الكنوز، قلت كيف؟ كنت طقطق عليه كيف؟ قال انت موسوس اصلا، لو يطلع ولد وش اسميه؟ مو داري المسكين انه ما راح تشوفه اصلا. الله يا اخواني جاني خبر وفاه، دقوا علي الاخوان كنت برا تبوك، قالوا بدر وفواز، طبعا بدر فواز ذا عمي يعتبر اخوي باعمارهم سوا، قال بدر وفواز يا خالد ماتوا، تعال فجعه قمت اغسل اخوي وعمي، اطالع وانا اغسل اخوي ساعته ما خليناه عليه، ملابسه جردناها منه ما في شيء، والله وانا قاعد اغسله يا اخوان اتذكر الحديث اللي قلت له، كان يسالني عن سكرات الموت، كان يسالني يا شباب عن القبر، كان يتكلم قبل 5 أيام من موته يرسل رسالة، ميت واحد من الجماعة يرسل رسالة يقول فلان الفلاني مات واليوم الصلاة عليه، ثم يذكر دعاء الله منور قبره ويذكر أمور في القبر، ثم خشي كاتب اللهم أحينا ما كانت الحياة خير لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خير لنا، 5 أيام ما يدري المسكين إنه بيموت، والله وانا قاعد اغسله يا اخوان طاحت الدنيا من قلبي، وش حقارة الدنيا؟ شلال يا شباب ادق على اخواني، يا شباب تعالوا سلموا على بدر، يبكون على السماعة لا 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 ما نبي ما نبي، تذكرت موقف ثاني بغيت اجثو على ركبتي يا شيخ، تذكرت ان اخوي بدر قبل سنتين جاني من زعلان وراك يا بدر، قال يا خالد الله يهدي مطوع فلان، قلت ليش وش فيه وسجل لك؟ قال يا خالد دخلني مغسله الاموات وران واحد ميت قدامي وانا ما استحمل،
مهدار المسكين إنه راح يغسل على نفس المغسل اللي دخل إياها المطوع. إخواني اعتذروا له، دخل واحد إخواني انهار علي في المغسلة طردته. دخل أبوي شايب شبيب، والبدو يا إخوان دائما عندهم يعني عندهم جرافة شوي. يوم دخل يا إخواني إلا ولده وأخوه جنب بعض مكفلين، ظهر في الوجه بس حتى يسلمون عليه. قسم بالله من بعيد يبكي، أول مرة أشوف أبوي يبكي. شفت الموت يكسر القاب، الموت يذل رجال، الموت يضعف القلوب، الموت يعني يحزنها. خلاص ما في احد، ما في احد، ما في احد، خلاص يلا. والله يا اخواني وانا قاعد الف وجهه اطالع، يا الله اخر نظره، خلاص هذا اخوي اغطيه. صلينا عليه، ركبت معاي نفس سياره مغسله الموت، مشيت اطالع ورا الشباب وراي، عالم وراي يتبعون الجنازة، أطالع إلى الناس يقربون لي، يقول يا الله قبل 10 شهور كانوا هؤلاء الناس يزفون الويل للقصر زواجه، قربوا ناس وفل وطلق ناره فرحانين، وكان معاني يضحك. أطالع لهذا أخوي مكفن ورم ودينه للقبر، واللي معهم يبكون حزنانين. جينا القبر ما قالوا لي جيب بدر، جيب فواز، جيب فلان، لا جيب الجنازة، ودي الجنازة، ادخل الجنازة، اسمك ينسونه، اسمك يا الغالي ينسونه. اخذنا، قلت هذا بدر وهذا فواز، اخذت اخوي قاعد اواسي في القبر، وجهنا القبلة، وجهنا القبلة، اطالب اللي واسي معي. بعد ما خلصت المواصل اخذت تراب من السنه، حفر تراب باليدين، قلت يا اخواني حثوا تراب بيديكم مو بالكريك، حثوا بيديكم يلا بسم الله. اطالب اللي يمسك تراب يحثه، شوف شوف حقارة الدنيا يا الغالي، اخوه 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 اخوه، ولد عمه، ولد عمه، خاله، خويه اللي كان يمره، يوووو ايش المخ هذا قدامك، ايش الموعظة؟ أعظم موعظة. حثينا تراب، حثينا تراب، خلصنا، جلسنا 15 دقائق، عزونا الناس، شغلنا الموتر، مشينا. يسمع قرع النعال يصحنا. بعضهم يقول يا أخي مسكين خالد، مسكين يا حرام، أخوه مات، ايش الموقف هذا؟ اقسم بالله العظيم هذا الموقف متكرر، راح يكون بكره عليك انت، بكره غير يصير باخوانك زي كذا. لكن السؤال، مستعد؟ يبكون الناس حولك وانت الملائكه تزفك للجنه، تبي تبي اول ما تبي تموت كذا اطلع روحك والناس يموت يا حرام، لا تطلع روحك، الله ينزل ملائكة.